السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصحاب المحتوى الراقي والناس اللي كتبغي تتعلم والناس اللي كتبغي تستافد. باغ كونطخ الفيديوهات الخاوية اللي كنضيعوا بها الوقت، الحمد لله الناس كتبحث باش تتعلم، ما تضيعش وقتها في فيديو ديال الخوا وخاوي. قالت زينب، قالت مريم، قالت الزهرة، مشيت نفرش داري، مشيت نغطي ولادي، مشيت نشطح. انا في البار سهرانه حتى لربعة الصباح. انا شريت هيدورا، انا شريت كانابي دايره 20 مليون. هادشي خوا خاوي ما كنستافدوش منه. نتمنى تستافدو من هذا الفيديو ويكون مفهوم. في الدوره ديال الدورات ديال التعليميه ديال مطافئ الحريق، كاين هذا النوع ديال السي او 2، غاز كربونيك. باش كنعرفو غاز كربونيك كنميزو بهاد الترومبلون، يعني من بعيد غادي يبان ليا راه هو غاز كربونيك. هاد الغاز كربونيك مبريسي في هاد الاسطوانه، مضغوط في هاد الاسطوانه عفوا. الدوغري ديالو طايحه تحت من 60 دوغري، موان 60 دوغري. ترومبلون كي النوع اللي لاصق ترومبلون حدا اليد ديالك، هاد ترومبلون كيحميك. لو رول ديالو اولا الدور ديالو كيحميك باش صباعك ما يتوشيهمش هاد الغاز كربونيك، لان طايح بواحد الدرجات تحت الصفر اللي هي عاليه بزاف، يعني موان 60 دوغري راها صعيبه بزاف. اوكي، هاد ترومبلون باش يحمي لك يديك حتى الا جا مثلا كنتي كضرب بيه العافيه يكون بعيد على يديك اللي شاد بها هاد الجهه هادي. اولا كيكون هاد ترومبلون كبير ولاصق في واحد الفليكسيبل، يعني كتشد هاد ترومبلون باليسريه واليمنيه كتشد بها باش تطلق لا بريسيون عفوا. دونك هذا ملي كيكون معلق عرفنا كيفاش نميزوه، كيكون كيبان لينا فيه واحد ترومبلون اللي هو البوق والنغب. هذا اشنو كيطفي؟ واش الكلاس ا ولا الكلاس بي ولا الكلاس سي ولا الكلاس دي؟ غادي نقول لكم الكلاس ا اللي هو حريق ديال المواد الصلبه، غادي يطفيها، ماشي ما غاديش يطفيها، ولكن كنعرفوا المواد الصلبه اللي هي مزدحمه في بيناتها كتحافظ على واحد لا شالور، واحد الحراره اللي هي مرتفعه، غادي تطفى ولكن في نفس الوقت غتعاود تنوض العافيه عاوتاني. دونك الا ما كانش الفرواديسمون ما كاين والو، يعني ليكستانكتور خصو يكون ديال الماء. هذا مخصص الحريق ديال الكهرباء، حريق ديال الكهرباء. اصلا ليكستانكتور هو غالي، تقريبا كيدير 600 درهم. علاش غالي على الاخرين؟ لحقاش عنده لو رول ديالو مع شي حاجه غاليه، هادشي اللي كاين، لان كيخلي الدنيا نقيه. عندي كوفري فيه 4 متر على 4 متر مثلا ودير واحد 30 ألف ديال الدرهم، راه ما يمكنش نضربو بالبودر. البودر حتى هو تيطفي لنا حريق ديال الكهرباء، حريق ديال الكهرباء نخدم بودر، غا هو كيخلي الدنيا موسخه. نعاود تاني نشد بانسو نبقى نقي هذاك لا بارتي الكتريك، ما جات شويه طالعه غاليه. دونك ملي كندير ليكستانكسيون اولا كنطفي باسطوانه ديال الغاز كربونيك، راني كنتنفع او ميم طون كان نحيد اقل ضرر وكنخلي البلاصه نقيه. هاد ليكستانكتور اللي شاد انا في 2 كيلو، كندير بيه لانترفونسيون ديالي في على قبل الحرائق اللي هي كهربائيه. مثلا حريق شد عندي في كوفري ديال الضو، مثلا عندي حريق ديال بي سي ديالي،
واهم شيء خص الناس يعرفوا ان البودر خصو يكون ضروري في الدار. البودر اكستنكتور ديال البودر او لا مطفئة حريق ديال الغبرة ضروري خصها تكون في الدار. هنقول لكم علاش، لان الماء احنا عندنا روبيني في الدار، يعني اي واحد عنده روبيني عنده سطولة راه عنده الماء، ولكن ملي كتكون حريق في الكهرباء ما يمكنش تطفي به الماء. دونك ملي كيكون عندك البودر كتضرب بالبودر، مثلا مقلة ديال الزيت شادة فيها العافية راه ما يمكنش تضربها بالماء. ملي كيكون عندك البودر كتمشي تجري تجيب البودر، ما تجي فين تنتشر ديك الزيت في لاكويزين او في المطبخ عندك، حتى انت كتكون ضربتيها بالبودر. البودر لو رول ديالو مهم يكون عندنا في الدار، حيت السي او دو الا كان 600 درهم الاخر البودر راه غير 300 درهم. الا شريناه وحطيناه في الدار راه رابحينو، الله يحفظ، راه غيجي واحد النهار غنخدموه. اون بليس راه كيدار ليه الكونترول، كتكونتروليه، كتدي عند الناس مختصين كيكونتروليوه. كانت عنده شيت في البريسيون راه كتزيد فيه لا بريسيون، كان مشكل ديال لو كور ديالو راه تيقلبو ليك. بالنسبه للاكستانكتور حتى هو بالنسبه للاسطوانه الضغط ديال الغاز كربونيك، الا كانت هاد الخاتم ما كاينش كينعس في الارض بحال ما هكا. علاش؟ حيت العافيه ما معهاش اللعب، كتعد باجزاء من المئه، كل ما ضيعتي ثانيه كل ما العافيه كتزاد الصعوبه ديالها وكتزاد الصعوبه ديال الاخماد ديالها. علاش قلت لكم خصو ينعس في الارض؟ لان يقدر يكون الا ما كانش فيه هاد الكوبي هذا كان لعب فيه شي واحد، تقدر تكون عنده شوت دو بريسيون، يعني طايحه ليه لا بريسيون. ملي نكون انا معول عليه غنطفي بيه العافيه ما غيخدمش ليا، غنبغي نرجع نجيب اكستنكتور اخر راني ضيعت الوقت، راه العافيه كتزند. يعني هي العافيه جزء من المئة غفلتي عليها صافي، ما عندهاش الحل، الله يحفظ. غاز كربونيك كيف كتشوف راه كتيري كتحيد هذا الخاتم وكتديكوبي وكتاتاكي. من بعد غنهضر لكم على الاكستانكتور اللي فيه سباركلات لداخل، تتبركوتي تتبركوتي عاد كتدور لا بريسيون في لو كور كامل. هذا من بعد غنشرحو هذاك اللي فيه سباركلات، حنا غنهضرو غير على هذا الاكستانكتور اللي هو بيرمانون. بالنسبه للسي او 2 او الغاز كربونيك كما قلنا راه في الخدمه ديالو نقي. مثلا عندي سياره مثلا مرتفعه او باهظه الثمن، خصني يكون عندي اكستنكتور بودر غبره، حيت الغبره كتخنق، وبهذاك الغبره اللي كتبقى مشتته راه ما كتعاودش تنوض العافيه. يعني جنب الباتري مثلا شدات فيه العافيه، ضربت جهه الباتري مثلا بالبودر ما كتعاودش تنوض. بار كونتر الا كان عندي الماء وضربت الطوموبيل اللي هي باهظه الثمن بالماء، نقدر نخرج على شي طابلو، نقدر نخرج على شي اكسسوار اللي هو غالي ما غنلقاش في السوق. دونك الا خدمت بالبودر راه سيميو. دونك انا كنقول لكم الطوموبيل او السيارات ديالكم اللي هي باهظه الثمن، خدموا البودر، راه احسن حاجه عندكم هو البودر. النقطة اللي هي مهمة واحدة اخرى، هاد الاكستنكتور الغاز كربونيك ملي يكون خارج ما تحاولوش تمسوه بيديكم، ما تحاولوش توضعوا يديكم تحت من القرعة، لان ملي كيبغي يخوى الاكستنكتور من لا بريسيون ديالو هاد التحت ديالو كيولي بيض، يعني كيولي بارد تحت من 60 دوغري. دونك انا الا حاط يدي هنا غتلصق. ملي نكون خدام به كنشد هنا ونأتاكي العافية ديالي بكل حرية، وما تشدني لا خلعة لا والو، حيت لا شدتني الخلعة أول حاجة
ما غنضربش البوان اللي هي خصني الاتاكي، كتسمى البوان داتاك ديالي اللي هي في الديماراج ديالها. و جينيرالمون على العموم هاد لي زيكستانكتور او اسطوانات اطفاء الحريق راه هي غير الديبار دو فو، غير البدايه ديال الحريق، راه ماشي كنطفيو بها حريق اللي هو كبير بزاف، هادي محدوده. علاش كتكون واجده تحت يدينا؟ لان كنخمدو بها حريق هو في طور النمو، شي حاجه صغيره بدات تتكبر، يعني باقا صغيره. بالنسبه للسي او 2 غالي، دونك نديرو في الديور ديالنا البودر، راه مزيان وغينفعنا في اي وقت، وماشي غير نحطوه بلا كونترول، ديما يدوز العام نكونتروليه ونديوه الناس اللي مختصين باش يكونتروليه. عنده السيبورا ديالو منين كيتعلق، وخصو يكون في متناول اليد، اي واحد يكون في المتناول ديالو، راه ما كيفوتش متر وعشرين سنتيم، متر وعشرين سنتيم باش كيتعلق اي اكستنكتور كما كان النوع ديالو. هادي نقط مهمة إلى طبقتوها حفظنا وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.